الجهة العلمية التي تنظم هنا في مدينة تطوان بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان والمركز المغربي للدراسات العقارية، يأتي في إطار هذا المخاض الذي يعرفه الآن هذه الحركية الدينامية في تسوية الوضعية المتعلقة بالعقارات الغير محفظة. الهدف هو البحث في مختلف المصادر، التفكير في مختلف الحلول القضائية التي تعيق هذه العمليات، خاصة وأن عمليات التعرضات التي تعرفها العقارات التي هي في دور التحفيظ تعرف نوعا من المخاض، نوعا من الإجراءات المطبولة، وكذلك مختلف المصادر التي من شأنها أن تسهل إمكانية الوصول إلى تحفيظ هذه العقارات التي تشكل أكثر من 90% من أراضي المملكة المغربية، بمعنى أن المحفظ قليل مقارنة بالعقارات غير المحفظة. رؤساء غرف، محامين، قضاة، جامعيين، متدخلين في العملية العقارية الآن يجتمعون في رحاب هذا المكان الجميل وهي قاعة الياسمين، من أجل أن يتذاكروا، من أجل أن يناقشوا، من أجل أن يدخلوا بحلول، من أجل أن يقترحوا للمشرع مداخل الخلل التي يمكنها أن تعالج في إطار هذه المعالجة التقاربية مع جميع المتدخلين في العملية العقارية، من أجل الوصول إلى حلول من شأنها أن تضمن الأمن العقاري والأمن القضائي. إذن نتمنى لهذه الندوة العلمية أن تكون فعلا ما يرجى منها، وهو حضور تلة من الأساتذة، وما الجميل فيها أنها ستفتح نقاشا مجتمعيا، نقاشا لجميع الفاعلين بكل أريحية وبكل صدق، وبدون أن تكون هناك أي مزايدات سياسية أو مزايدات اجتماعية، لأن هذا الوطن يستحق أكثر. إذن هذه الندوات تأتي لتلامس موضوع مهم يتعلق بالمنازعات العقار في طور التحفيظ، المنظمة من طرف المركز المغربي للدراسات العقارية وبشراكة مع هيئة المحامين بتطوان مشكورة. هذه الندوة حاولنا من خلالها استضافة مجموعة من الشخصيات القانونية المعروفة بالمملكة المغربية الشريفة، من أجل الوقوف عند أهم المستجدات التي تطرحها هذه المنازعات على مستوى القضاء، خاصة وأن محكمة النقض لديها مجموعة من الاجتهادات الحديثة تساير المفهوم الحديث للأمن العقاري. ولذلك هذه الندوة تأتي لمقاربة موضوع غاية في الأهمية ويتعلق بمنازعات العقار في رتبة التحفيظ، كما قلت من أجل الوقوف عند أهم الإشكالات والمشاكل القانونية والواقعية التي تلامس هذه المصادر، سواء على مستوى المصادر الإدارية أمام السيد المحافظ.